Hello everybody, Ms. Hausen. Good afternoon. This is Dima. And Dima is, Dia, sorry, my question is Dima. Dia, and Dia is helping me to translate for you. Hoi, Ms. Hausen. Shakir, Tadukum, Anna, Dia. So, thank you all for coming to this show of Das Kleine, Ich bin ich. Do you know who I am? No, of course not. I am today the conductor. Okay. So I brought a lot of musicians with me to play. Yeah. And do you know what a conductor does? He does something with his hands so that the musicians know when to play, okay? Then we have musicians here, but we also have musicians behind the stage. But they are only coming out when they play solo. Okay. But for this show, we don't only need the musicians and the narrator, but we also need you. At some point in the performance, I will turn around, I'm there, and I will turn around, and then you have to say all together, Ich bin ich. You can say it either in English or in German or in Arabic, whatever you feel. So there we go. Anna. Anna. Okay, but a little bit more time in between. Yeah, so all my because the orchestra is also playing. Yeah? So let's try one more thing. Anna. Very good. Okay, now we practice it with the orchestra. Yeah? And then you have to say, it's very easy. Boom! That's all. No. Very easy. No, let's try. Boom! A little bit early. And boom! Very good. Not loud enough. But you'll do it, okay? Thank you very much. Enjoy the show.
وسط الغابة الملونة يلعب حيوان ملون. يجري بين الأشجار الخضراء يلهو تحت أشجار النخيل يفرح عندما تغني الطيور يتطلع إلى الفراشات يفرح لأنه يستطيع أن يمرح ولكن ماذا بعد؟ لكن ماذا بعد؟ لكن ماذا بعد؟ تزعجه ضفدعة وتسأله من أنت؟ يقف الحيوان متكئا وينظر في وجه الضفدعة ويبدو أنه في حيرة من أمره. لا أعرف. ينعق الضفدع ويسأله حقا ليس لك اسما؟ الذي ليس له اسم ونسى اسمه ونسى من هو فهو غبي. وسط الغابة الملونة لا يريد الحيوان أن ينتظر يريد أن يسأل بعض الحيوانات الأخرى أحدهم عليه أن يقول له من هو؟ صباح الخير يا أم الحصان. صباح الخير أيها المهر الصغير. هل يمكن أن تكون حيوانان متشابهان لي؟ لأنني لا أعرف من أنا. أدور هنا أدور هناك أدور هناك أدور هنا أريد أن أعرف من أنا. أريد أن أعرف من أنا. أدور هناك أدور هناك أدور هنا أريد أن أعرف من أنا. أدور هنا أدور هنا أريد أن أعرف من أنا. أيها الصغير، يقول لها المهر، لك شعر يتطاير مع الريح مثل شعري. ولكن أرجلك الصغيرة قصيرة جدا.
هناك أطول كثيرا من أذني. لا، أنت حيوان مختلف. وتدفع أم الحصان برفق بفمها الرقيق وتقول: لا يمكن أن تكون حصانا أبدا، ممكن أن تكون أرنب، قط، كلب، أو أي حيوان ملون آخر، فلك وجه مضحك. لكن حصان؟ لا، أنت لست حصان. والبقرة أيضا تقول: ماذا بعد من أنت؟ والأغنام والماعز تقول: لا، أنت لست حصان، لا، أنت لست حصان، لا، أنت لست حصان، لا، أنت لست حصان. وفي النهر تسير إحدى المراكب ويجلس الحيوان الملون بداخلها نحو الأسماك. صباح الخير أيتها الأسماك، انظروا إلي من الأمام والخلف، هل يمكن أن يساعدني أحدكم؟ لأنني لا أعرف من أنا، أسبح هنا وأسبح هناك، أسبح هناك وأسبح هنا، أسبح هنا أسبح هناك، أسبح هنا أسبح هناك، أريد أن أعرف من أنا، أريد أن أعرف من أنا، أسبح هنا أسبح هناك، أسبح هنا أسبح هناك. وتأتي إليه جميع الأسماك كبيرها وصغيرها في سرعة البرق وتحرك زعانفها كالمروحة. يتعجب الجميع، ماذا بعد؟ تتحدث الأسماك في فقاعات وتقول: عذرا أيها الحيوان الملون، لك عيون مثلنا وتستطيع أن تسبح جيدا، لكن السمكة؟ أنت لست سمكة. ويسير المركب الرشيق ويجلس بداخل الحيوان الملون ويحمله القارب فوق الأمواج المتسارعة ليذهب به بعيدا بعيدا. بعيدا. فجأة تظهر جزر كثيرة حوله من الماء. يا
يقف عليها طيور بيضاء فتحت مناقيرها. ويفكر الحيوان: هذه الطيور تنتظر من أجلي أنا. حتى يقول لي من أنا. وبالفعل يوجه الحيوان المركب إلى هناك ويمسك الدفة ويجدف بقوة على قدر استطاعتي. لكن ماذا بعد؟ ولكن بعد ذلك يكاد الحيوان أن ينقلب مع مركبه، فقد قاد المركب على شيء اصطدم به. ويظهر أمامه فرس نهر كبير. ويقول فرس النهر: من أنت أيها الحيوان اللون؟ أنا لا أعرف من أنا. أذهب هنا وأذهب هناك، أذهب هنا أذهب هناك، أريد أن أعرف من أنا، أريد أن أعرف من أنا. ويدور فرس النهر في صمت حول الحيوان ثلاث مرات، ثلاث مرات يدور حول الحيوان، يدور ثم يهمهم ويتنهد ثم يقول: أنت؟ أنا لا أعرف من أنت، فبالرغم أن ساقيك جميلتين مثل ساقي، جميلتين مثل ساقي، لكن ليس لديك شيء آخر يشبهني. لك شعر خيل وأذن كلب ألماني، وأنا ليس لدي هذه الأشياء. يكاد الحيوان أن يصير في طريقه صامتاً معكر المزاج، ويوقفه صغير فرس النهر ويقول: أيها الصغير، هل فقدت نظرك؟ انظر فوق الشجرة، يتدلى ذيل جميل مثل ذيلك، وربما يكون أكثر لوناً. اسأل هذا الذي يجلس فوق الشجرة، صاحب هذا الذيل الجميل، عمن تكون. يشكر الحيوان الصغير فرس النهر ويطير وراء صاحب الذيل الجميل، يطير وراء صاحب الذيل الجميل في الغابة الواسعة. أيها الببغاء، اسمعني، هل ربما أكون مثلك؟ لأنني لا أعرف من أنا. أطير هنا، أطير هنا، أطير هناك، أطير هنا، أريد أن أعرف من أنا. أطير هنا، أطير هنا، أريد أن أعرف من أنا. أطير هنا، أطير هنا، أريد أن أعرف من أنا. يفتح الببغاء عينيه ويغلقها باستغراب.
ماذا؟ أيها الغبي الصغير الملون، أنت أياً كان طول ذيلك فأنت بالتأكيد لست ببغاء. اتركني وحدي. وفي المساء يظهر الهلال في السماء المظلمة، وتمر سحابة بيضاء صغيرة فوقه، ويسأل الحيوان ملون وهو متعب: هذا سرير سمائي يناسبني. وبالفعل يستلقي عليه ويتمطر ويتمدد، ثم يذهب في رحلة طويلة مريحة وهو نائم ويتساءل: أين سأكون غدا؟ وفي السماء المظلمة تمر سحابة بيضاء صغيرة فوقه، ويفكر الحيوان وهو متعب: هذا سرير سمائي يناسبني. وبالفعل يستلقي عليه ويتمطر ويتمدد ويغطي نفسه بالسحابة الوسيرة، ويذهب في النوم في رحلة طويلة مريحة وهو نايم ويتساءل: أين سأكون غدا؟ Thank you.
يتجول الحيوان ملون في شوارع المدينة ويقابل حيوانات جديدة، يقابل حشدا من الكلاب تقف أمام محل الخباز كلها مقيدة تحاول فك القيد، كلاب كبيرة وضعيفة هادئة وهائجة، كلاب ناعمة وحريرية ضخمة ورشيقة تقف جنب بعضها البعض. عندها يتقدم الحيوان ويقول: صباح الخير أعزائي الكلاب، هل لست أنا مثلكم؟ أشبه هذا الكلب الألماني لأنني لا أعرف من أنا، أبحث هنا أبحث هنا أبحث هناك أبحث هنا، أريد أن أعرف من أنا، أبحث هنا أبحث هنا، أريد أن أعرف من أنا، أبحث هنا أبحث هنا، أريد أن أعرف من أنا، أريد أن أعرف من أنا، أبحث هنا أريد أن أعرف من أنا، أبحث هنا 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 أبحث هنا، أريد أن أعرف من أنا، أريد أن أعرف من أنا، أبحث هنا أبحث هنا أبحث هنا أبحث هنا، أريد أن أعرف من أنا، أبحث أبحث هنا أريد أن أعرف من أنا، أريد أن أعرف من أنا، أريد أن أعرف من أنا، أبحث أبحث هنا أريد أن أعرف من أنا، أريد أن أعرف من أنا. تنبض الكلاب جميعها صغيرها وكبيرها بصوت عال وتقول: كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ؟ فلك أذني كلب ألماني وتهز ذيلك مثله فرحا، ولكن ليست جميلة ثقالك مثله، ثم أنا لك ليس مربط يربطك، وأنت كثير الألوان ولست كلب. يتجول الحيوان ملون في شوارع المدينة ويفكر: أصحيح إنني لا شيء؟ الجميع يقول أنا لست أحد، ولكنني فقط كائن صغير، لست سمكة ولا مهر ولا فرس نهر، وأيضا لست كلبا أو حتى برغوث كلب. وأبدأ الحيوان الملون الذي لم يعد قادرا على مساعدة نفسه في البكاء، ولكن بعد ذلك لكن بعد ذلك لكن بعد ذلك يتوقف الحيوان مرتعش في منتصف رحلته في منتصف الطريق ويقول لنفسه في صوت عال: أنا لي وجود، أنا هو أنا، 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 أنا هو أنا،
أنا هو أنا، أنا هو أنا، أنا هو أنا. ويتجول أنا هو أنا في حديقة الزهور الملونة، والذي بدأ تعجبه مرة أخرى. وفجأة يرى فقاعات من الصابون المستديرة تطير في الهواء، عديد من الكرات الملونة الفاتحة كبيرة وصغيرة رقيقة مثل الزجاج. هذا جميل. ويطير الحيوان إلى أكبر الكرات المستطيلة، يرى نفسي على سطحها، يرى أنا هو أنا الصغير. يرى أنا هو أنا الصغير، يرى نفسه على سطحها، يرى نفسه. ويدفع بأنفه إحدى الكرات فتنفجر في صوت خافت. ويقول الصغير لنفسه: لا تخف، إنها صورة حيوان انعكست وذهب، وأنا ما زلت هنا. وتجول أنا هو أنا في الغابة الملونة. ألم أراها من قبل؟ يا لحظ السعيد، لقد عدت إلى الغابة القديمة. وحينما يرى الحيوانات جميعها يقول: الآن أعرف من أنا. هل تعرفونني؟ أنا هو أنا، أنا هو أنا. تفرح جميع الحيوانات ولم تعد تقول له ماذا بعد. الأغنام والماعز، الخيل والبقر، الجميع لم يعد يقول له ماذا بعد. يقول له: أنت هو أنت، أنت هو أنت، أنت هو أنت، أنا هو أنا، أنت هو أنت، أنت هو أنت، أنا هو أنا، أنت هو أنت، وأنا هو أنا. وينعق الضفدع ويقول له: أنت هو أنت. والذي لا يعرف اسمه ونسى نفسه فهو بالتأكيد يكون غبي. هكذا.